أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الجواب الشافي، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم التي تردنا عبر صفحة القناة في فيسبوك، وكذلك عبر الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة. نرحب بداية بشيخنا، فسلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا شيخ. حياكم بارك الله فيكم. شيخنا، نبدأ بأول سؤال وردنا في حلقة الليلة. تقول السائلة: حصل طلاق في حمل الأول، وبعدها حدثت رجعة، وبعد سنة ونصف وأنا أيضا حامل حدثت بيننا نقاشات، وقال يعني الزوج إنه لا يطلق نهائيا، فأجبرته وحملت سكينا وهددته بقتل نفسي، فقال طالق، وجلست في نفس المنزل لمدة أسبوع، ولأجل أن أكمل عدتي التي لا تنتهي إلا بعد الولادة، فحدث بيننا نقاش آخر أثناء العدة، وقال لي طالق الثانية والثالثة، فما هو الحكم في هذه الطلقات؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب: ما أدري قولها ثم قال لي طالق الثانية والثالثة، هل تقصد أنه طلقها ثلاث مرات؟ من بين هذه الثلاث أنه طلقها عندما حملت السكين لت... هو هي ذكرت أنها يعني طلقت الأولى، ثم لما حملت السكين قال لها طالق، ثم بعدها يعني بمدة لما صار بينهما نقاش قال لها أنت طالق الثاني والثلاث. يعني من طلقتان جمعهما في طلقة الثالث، كأن طالق كأن عاد الطلقة الثانية أخبرها بها. نعم، إذا كان إخبارا فهذا ليس طلاقا جديدا، يعني ينبغي أن ينبه بأن الشخص إذا طلق ثم أخبر صاحبه قال له امرأتي راني طلقتها، هذا ليس طلاقا جديدا، هذا إخبار. لأن الطلاق إنشاء، والعرب تفرق بين الإنشاء وبين الإخبار. عندما أقول لشخص بعتك سيارتي هذا ليس إخبارا، هذا إنشاء، هذا إنشاء. نعم. ولما يسأل الرجل يقول لمرته أنت طالق، ثم يروح يخبر يقول لهم رأتي راهي طالق، قد هنا على حسب قصده، قد يكون إخبارا وقد يكون إنشاء. إذا كان إنشاء معناه طلاق جديد، طلقتين. لهذا السؤال غير واضح تماما. الذي أقوله والله أعلم، وإن كان أنا أفضل يعني أهل العلم الذين لا نبلغ منزلتهم، بيننا وبينهم بون واسع وفرق شاسع، ومع ذلك كانوا الطلاق لا يجيبون عنه هكذا، لأنه ينبغي أن يستفسر الشخص عن قصده. فإذا كان الذي أقوله هنا هو أن تلك الطلقة التي حصلت والمرأة تهدد بقتل نفسها، هذا والله أعلم طلاق لا يعتبر، لأنه كالمكره، لأنه مكره على هذا الطلاق، سواء أكره هو أو لأنها يعني تحصل حماقة كبرى ربما أقدمت على الانتحار، فهو غير لا أرب له في الطلاق ولا يرغب فيه، فأقدم عليه لإنجائها من أن تقتل نفسها. أما الباقي إذا كان قال أنت طالق الثانية والثالثة، معناه هو جمع طلقتين مع بعض، هذا لا يدل عليه حديث ابن عباس اللي قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنة من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة، معناها الطلاق الثلاث المجموع، طلاق الثلاث المجموع في كلمة واحدة أنت طالق ثلاث، فلا يعتمد على هذا الحديث للقول بأن طلقتيه إنما هي طلقة واحدة. فينبغي أن يذهب عند المجلس العلمي أو من يراه من الناس كفءا في منطقته ليستفسره، وأنا هنا قد أجبته فقط عن تلك الطلقة التي أوقعها وهو وامرأته تهدد بقتل نفسه. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا يسأل السائل عن كيفية قضاء صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إن أدرك المرء الإمام ما يزال يصلي
لأهل العلم قولان فيها. بعضهم قال لا يكبر حتى يكبر الإمام، يعني يصل يدخل في الصف ينتظر، لما ينتظر عندما يكبر الإمام يكبر معه. قالوا لأنه إن كبر قبل أن يكبر الإمام فقد قضى في صلبه، كأنه قضى الفائت في الصلب، في صلب الإمام. وقاسوها على الصلاة، عندما يدرك المرء الإمام فإنه يدخل معه ولا يقضي ما فاته، وإن كان هذا كان موجودا في بداية الإسلام. كان الشخص إذا جاء عند الإمام ووجده يصلي يقضي الفائت ثم يكمل، ثم هذا نسخ وصار الذي يدخل يصلي معه مع الإمام ثم يكمل بعد. فقالوا من كبر قبل أن يكبر الإمام فكأنه قضى الفائت، والظاهر والله أعلم أنه يدخل فيكبر، يدخل فيكبر. فإن وجد الإمام قد سلم، إن وجد الإمام لم يسلم يكبر ويدخل. عندما يسلم الإمام تبقى عليه ثلاث تكبيرات عند جمهور أهل العلم الذين قالوا تكبير الجنازة أربعة فقط، وبعضهم قال إن عداه منسوخ. فبقيت عليه ثلاث تكبيرات، ينبغي له أن يكبرها ولاء متوالية عند الذين قالوا لا يصلى على الجنازة الغائبة، لأنه إذا رفع صارت صلاة على الغائب. شيخنا كيف يعني يكبرها ولاء؟ يعني أنا كبرت مع الإمام الله أكبر، ثم أنت سلم الإمام، الآن سلم الإمام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني لا يقرأ بينها. الذي أراه أنه يدعو دعاء خفيفا، دعاء خفيف، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم اغفر له وارحم، الله أكبر اللهم اغفر له، ثم يسلم. يكفي معناه يكبرها ولاء قبل أن ترفع الجنازة. قبل أن ترفع الجنازة. هذا عند الذين يقولون بأنه إن رفعت الجنازة صارت صلاة على غائب. وصلاة على الغائب مختلف فيها كما تعلم. مثلا بعض العلماء يقولون بها. الظاهر أنه يكبر إذا الإمام لم يسلم يكبر، ثم بعد ذلك يكمل صلاته بدعاء خفيف بين التكبيرات الباقية. أما إن سلم الإمام فانتهى الصلاة على الجنازة فرض كفاية، وقد أقامها الناس خلاص. إذا لا يصليها هنا تدخل الخلاف، انت بعض العلماء اللي يقول يصح الصلاة على القبر كذا، وليس هذا موضع ذكرها. بارك الله فيكم. شفنا هل كل من مات غريقا يدخل الجنة؟ كيف؟ هل كل من مات غريقا يدخل الجنة؟ ومن مات كافرا؟ هذه الشهداء. نعم، هو ربما يقصد حديث الشهداء. الشهداء كاين من يسميهم العلماء بشهداء الدنيا، شهداء الدنيا، لكن لا ينبغي أن يؤخذ من كلمة شهداء الدنيا أنهم أهل دنيا، لا، المقصود بها أننا نعاملهم معاملة الشهداء. نعم، فلا يصلى عليهم ولا يغسلون، نعم، ويكفنون في ثيابهم إلا إن احتيج إلى ستر بعض أجزائهم التي لم يسترها تسترها الثياب التي كانت عليه. فهؤلاء شهداء، وهم شهداء المعترك الذين يموتون في قتال الكفار، يموتون في المعركة، أو لا يموتون في المعركة ولكن يخرجون من المعركة وقد ماتوا حكما، بمعنى أنهم حصل لهم ما الموت ولكن لم ينتهي موتهم. فهؤلاء شهداء الدنيا، فهمنا شهداء الدنيا مش معناه حط من قيمتهم، وإنما المقصود أننا نعاملهم معاملة الشهداء. وهناك شهداء الآخرة، بمعنى أننا نعاملهم معاملة عادية كما نعامل بقية موتى المسلمين، لكنهم يعني في الآخرة عند الله شهداء، عند الله من بينهم شهداء. الغرق الغارق، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع، وغيرهم. شيخنا هؤلاء الشهداء الآخرة هذو يغسلون عادي، ويكفنون، يعني كغيرهم، يعني لكن يبقى حكمهم معدودون، جاء النص عليهم بأنهم شهداء. لكن هؤلاء ينبغي أن يكونوا موحدين طبعاً. وما دخلوا فرعون هنا؟ سأله عن فرعون. كيف؟ هو سأل قال إذا كانت إجابة بنعم 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 ألف مرة. قال هل فرعون يدخل الجنة؟ ليه يدخل هذا؟ سبحان الله، هذو شهداء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ذلك في الأمم السابقة أيضا، لكن هو أخبر عن أمته. كل ما أعد من فضل أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس من فضل إنما يبنى على التوحيد، ما إذا لم يكن موحدا هذا ما عنده الشرط.
صحيح. وهذه تتعجب انت، وان كان هذا النقد ليس موجها الى السائل، نعم. تعجب انت، يقول لك او باستير هو اكتشف كذا، نعم. والاخر اكتشف كذا، والاخر اكتشف الاذاعه، والاخر اكتشف الدواء الفلاني. هذا ربنا سبحانه وتعالى لم يعتبر هذه الأعمال إلا بشرطها. ما هو شرطها؟ الإيمان. والذين كفروا أعمالهم كسراب. بارك الله فيك. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا. إذا المؤمن هو هذه قواعد الشرع، قد ينال حظوة في الدنيا، يجري لسانه على كل إنسان، فلان دار وفلان دار. بعض المسلمين يقول لك كيف هذا ما يدخل النار، يدخل النار ولا كرامة، النار ليست داري أنا نحكم فيها ولا أنت، هذه داران خلقهم الله تبارك وتعالى يكرم في هؤلاء نوعا من خلقه، وهو الموحدون الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم، ويدخل هؤلاء النار من الكفار ومن المؤمنين الذين لم تغفر سيئاتهم حتى ينقوا ويطهروا ويزكوا ثم يعادون إلى الجنة. نعم. وهذه البدهيات ومن شكك فيها يخشى على إيمانه. هذا شرط وضعه الله وهو الإيمان بأركانه الستة، فمن لم يؤمن فلا عبرة بعمله. نعم. واتينا إلى ما عملوا. شيخنا يقول السائل: أود أن أسأل عن حكم لبس البنطلون الضيق مع سترة تكون طويلة تحت الركبة، فما حكمه؟ يقول: إذا كان حراما فما حكم من تلبسه، يقصد المرأة، إذا كانت تعلم بحرمته وما عقابها؟ الحمد لله، تلبس الثياب الذي تسترها، تستر جسمها من غير أن تجسد وتجسم شيئا من جسدها، واضح هذا، فيكون ثوبا سابغا يتجاوز الكعب. جوز الشرع للمرأة في هذا المعنى ما منع منه الرجل، وهو أن الرجل ينبغي أن يكون ثوبه لا ينزل عن كعبه، ما أسفل الكعب فهو في النار. بعض الناس ما يعجبهمش الحديث هذا، يقول لك كيف ما أسفل الكعب فهو في النار، هذا التعبير بهذا عن غيره، هذا الثوب الذي يتجاوز هو في النار، بمعنى أن هذا عمل يستوجب العقاب، يستوجب العقاب، هذا هو فقط. المرأة جوز لها الشرع أن تجر ثوبها، مع أن جر الثوب قد يترتب عليه شيء من الاتساخ، ولكن هذا اغتفر في هذه المفسدة، اغتفرت لتجنب مفسدات عظمى وهي العري، فلهذا جوز الشرع لهن أن يرخينه شبرا على الرجال، فالمرأة هذا ثوبها. مخالفة هذا متفاوتة، مخالفة هذا متفاوتة، ما ذكر في السؤال مخالفة، لكنها ليست كمخالفة العري، ليست مخالفة السروال، ليست كمخالفة من تلبس السروال ثم بعد ذلك تظهر عجيزتها. وهذا المنظر قبيح، حتى يعني الأذواق السليمة التي لا تغض أبصارها عن النساء ينبغي أن تنفر منه، هذا عري فاضح، هذا عري فاضح. هؤلاء النسوة كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها للمسافة كذا وكذا. لكن هذا الذي ذكر في السؤال هو أهون، لكن كونه أهون لا يعني أنه جائز شرعا. فينبغي للنساء ترجع للشرع، اللي بغي يدير الحجاب، احنا مصيبة أصبح عندنا الحجاب شهوة، فلانة متحجبة أخبرني عن تحجبها، تلبس خيمة مغطية راسها ومعرية عاجزتها، يا ناس هذا حجابة حجيبة، الحجاب هو الحجاب. لكن مع هذا نعتقد بأن هذا العري متفاوت طبعا. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نخرج فاصل ثم نستكمل الحلقة إن شاء الله. حفظكم الله. آمين وياك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم. كري أفتوني سؤالي. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا، مرحبا بكم. شيخنا نستكمل الأسئلة. يقول السائل: توفي أخي الكبير وله زوجة وليس له ابن أو بنت، الأم موجودة والأب كذلك، ولديه إخوة وأخوات أشقاء،
هل الإخوة والأخوات لهم نصيب من الورث؟ مع العلم بأن الأب لا ينفق عليهم ويقوم بإرسال جميع أمواله إلى بنوك ربوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عليه وسلم. الأخ أخو الميت نعم. لا يرث مع الأب، أخو الميت لا يرث مع أبي الميت. نعم. كيف ما كان هذا الأخ شقيقا كان أو لأب، فضلا عن كونه لأم. نعم. يعني الأب عاصم، الأب حاجب، حاجب. يحجب ما عدا، لأنه نعم. أقرب إلى الميت من الإخوة. نعم. فهم إنما وصلوا إلى الميت به، به نعم. فيحجبهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، الله عليه وسلم. ألحقوا الفرائض بأهلها. نعم. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. وأولى الناس بالميت أبوه. نعم. أولى الناس بالميت أبوه. فلا يرث الإخوة مع الأب. نعم. ولا مع الابن. نعم. ولا مع ابن الابن. لكن مع الجد إذا ترك الميت جدا. نعم. وإخوة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم منذ عهد الصحابة. نعم. فبعضهم يورثون الإخوة مع الجد من الصحابة. نعم. ومن أئمة، بعض أئمة المذاهب، وبعضهم لا يورثونه. أما الإخوة مع الأب فلا يرثون شيئا، فهم محجوبون حجب حرمان كما يقول أهل العلم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول، يسأل السائل عن إطعام المساكين لمن كان عليه يمينان. إذا قلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا قلنا بأنه يطعم. نعم. لأن الكفارة ثلاث خصال على الاختيار. نعم. فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث يصوم، ينتقل إلى الصيام. نعم. ومن صام وهو قادر على ما دونها مما رتب قبلها فلا يشرع له، يكفيه. نعم. الأخوة. فإن كانت عليه كفارتان فإنه مثلا بدل أن يعطي لمسكين نصيب كفارة يعطيه نصيبا. نعم. يعني يطعم 10 مساكين يمكن يطعمهم مرتين، نفس المساكين 10 يطعم مرتين. نعم. فإن ملكهم الطعام. نعم. يعطيهم مرتين أيضا. لا حرج. يعني مثلا من عليه كفارتان لا يطالب بأن يطعم 20 مسكين. يطعمه 10 مرتين، بدل أن يعطي الواحد حصة لكفارة يعطي حصتين. واضح. بارك الله. لكن إن أطعمهم وقلنا بأن الإشباع يكفي، يليق يشبعه مرتين، مش يقول لهم كلوا اضربوا كل. واضح. هذا ما كان. بارك الله فيكم شيخنا. ما حكم من جهل اسما من أسماء الله الحسنى كاسم الله تعالى الحكم؟ جاهل الحمد لله، وإذا جهل لا ما كانش إشكال في المسألة، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فيعرفها يحفظها يفهم معانيها ويتمثلها ويراعي معانيها في حياته وفي أعماله وفي سلوكه، فإذا كان بهذه المثابة دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. أما من جاهل يعني ما يعني إن شاء الله تعالى هذا فاته فضل، ولكنه لا وزر عليه. لكن أسماء الله الحسنى لا ينبغي الناس أن يعتقدوا أن يعلق في بيته كما يفعل الناس في المساجد، يزوقوا المساجد بأسماء الله، هذا خلاف الصواب. أسماء الله نحفظها ونفهم معانيها ونتمثل معانيها ونلتزم حدودها وندعو الله بها ونتعبد الله بها ونسمي أيضا أبناءنا والله أولادنا بها بمعنى عبد الحليم والله عبد الحكيم وهكذا. أما أننا نعلقها في بيوتنا والله نديرها في اليوميات، على كل حال هذه مسائل أخرى، ولا سيما في المساجد لا داعي لهذا، فيما أرى لا داعي المساجد ينبغي أن تفرغ من هذا، كل يوم يشغل المصلي عن أن يخشع في صلاته. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا شرطت علي، تقول سائلة، شرطت على زوجي بيتا لوحدنا والاستمرار بالعمل، وتركت العمل لرضا زوجي لأن العمل كان مختلطا وهو الآن يرفض إتمام الشرط الثاني أي البيت، ولا أريد أن أذهب إلى أهلي والشكوى منه لأني لا أحب المشاكل وأخاف على بناتي، أريد منكم الرأي السديد لوضعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أقول لك، أنت مأجورة في حفاظك على بيتك. جميل. وعلى أسرتك. نعم. وعدم إثارة القلاقل والمشاكل. فهذا مسلك عظيم. جميل. إن شاء الله تبارك وتعالى أبو يأجرك. صلي وقتك
واحفظي فرجك وأطيعي زوجك تدخلي الجنة إن شاء الله بإذن الله. فمسلكك هذا مسلك امرأة صالحة كثر الله من أمثالك. ندعو زوجك إلى الاستجابة لرغبتك هذه وهي رغبة مشروعة، فهذه الرغبة مشروعة لا سيما وأنه تعهد لك بها، لكن مع ذلك أنصحك بأن لا يشتد الخلاف بينكما بحيث تصلين إلى درجة تنكيد الأسرة وإفساد هدوءها وراحتها الذي تحافظين عليه. وندعو زوجك أيضا إلى أن يستجيب لرغبتك وفقه الله. وحيث هي قالت بأنها تركت العمل، تركت العمل، وهذا أمر يسر. بعض النساء ركبهن الظن بأنهن لا يحققن منزلتهن ولا احترام أزواجهن لهن إلا بالعمل، إلا بالعمل يتعالين به ويفرضن به إرادتهن أزواجهن، وهذا خلاف الصواب. فأنت على هدى وعلى حق، بارك الله فيك ويسر لزوجك الاستجابة لرغبتك. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا تقول السائلة: كتبت إحدى الأخوات كلاما لمتابعيها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأريد أن أسأل عن جزء من كلامها لأعرف إن كان صحيحا. تقول: ربي يستجيب لك لتقربك له، لعبادتك له، وليس لأمنيتك. قال تعالى: فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية: استجاب ربي لزكريا ورزقه بالولد وشفيت زوجته لأنها كانت عقيم. تكملة الآية: وصف لزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، أي العبادات والطاعات، ولكن وكل عمل يقربهم لله تعالى. أترك الهم والمشكلة على جنب، تنفرج بإذن الله، لكن تقربوا لله وأخلصوا عملكم لله. ربنا سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد واستوفى شروط الدعاء، استوفى شروط الدعاء، إذا دعاه واستوفى شروط الدعاء، فإن ربنا يستجيب لعبده. صحيح. لا يدعو بقطيعة رحيم ولا بإثم، لا يدعو وهو متلبس بالحرام، لا يدعو بمحال، يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد. فإذا استوفى شروط الدعاء استجاب الله له. طريقة الاستجابة لا نعرفها نحن، قد يصرف الله عنه بلاء لا يعلم، قد يعجل له دعاءه في الدنيا فيأتيه ما دعا به في نفسه، قد يغفر الله له ذنبا آخر بدعائه، فهو مستجيب له إن شاء الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هكذا. ولا شك أن من عبد الله تبارك وتعالى وتضرع له هذا هو الأحرى بأن يجاب الله، أن يجيب الله دعاءه وأن يرضيه بما هو فيه. إذا دعا من خروج من كرب مثلا، قد يستجاب له وقد يكون راضيا بحيث لا يؤثر فيه هذا الذي هو فيه. هذا الكلام في الجملة مقبول، ولكني أنصح بأن الإنسان إذا أراد أن يعلق على آية ويبين معناها يرجع إلى ما قاله أهل العلم حتى لا يخرج عن معناها الذي قال به أهل العلم بالتفسير. أما الكلام فهو في الجملة مقبول. يعني الإنسان لا يعلق الأماني ويترك العمل، يعني يدعو ويعمل. نعم. لو كان يعرف ربه لما علق على الأماني الفارغة، بل يعلقه على الأعمال الصالحة. الإنسان مكلف بأن يطيع الله سبحانه، وما يصنعه الله تبارك وتعالى هذا إليه، وهو أعلم بمصلحة عبده سبحانه. لكن هذا لا يمنع أن يدعوه، أن يصرف عنه البلاء وأن يرزقه كذا وأن يرزقه كذا مما هو مباح له أن يدعو به. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ جمهور أهل العلم يرون، الحمد لله، جمهور أهل العلم يرون بأن سجود التلاوة ينبغي أن يكون المرء محصلا لشروط الصلاة، من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والحدث الأصغر والحدث الأكبر، ينبغي أن يكون الأمر كذلك. بعض أهل العلم يرى بأن هذا لا، يرون بأن سجود التلاوة يعني لا يشترط فيه تحصيل هذه الأمور، بدليل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من سجود التلاوة، من سجود التلاوة في سورة النجم وفي الصحيح، في سورة النجم هو في الصحيح مثلا. ويقولون بأن قراءة القرآن من غير مس المصحف تجوز من غير الطهارة، فمستبعد أن الإنسان إذا حصل جاء السجود يطالب بأن يذهب ليتوضأ ليحصل الطهارة. ومع هذا يقال بأن المؤمن، أقل ما يقال أن المؤمن عليه عند تلاوته القرآن يكون على أحسن الصفات
وأتم الخلال مستقبلا القبلة متربعا خاشعا متطهرا إلى آخره. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا مع آخر سؤال في حلقة الليلة، يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إذا جئتم الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه فقضوا. فالإنسان يجي للصلاة ويمشي حتى يدخل الصف، حتى يدخل الصف، وإن كان الصف مملوءا ولم يجد موضعا يصلي خلف الصف منفردا. بعض الناس يقولون يجذب إليه شخصا، هذا المالكي يرفضونه، لأن أنت تقدمه من صف المتقدم تقول توخر، وربما يرفض لك ويصلي، سيترك يعني حتى في الصف يترك فيه ثقرة، ويمكن يلقى ويدخل إلى الصف ويصلي. فإن صلى خلف الصف فهو معذور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأحسب أن هذا يعني ينبغي أن يكون مخصوصا بها بما عدا هذه الحالة التي ذكرتها. بعض أهل العلم يرى بأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ووجد الإمام راكعا مثلا حتى لا تفوته الركعة، قالوا يركع حيث هو ويكبر ويركع ثم يدب حتى يدخل الصف، لكنهم قيدوا ذلك تلك المسافة بما نحو الصفين أو الثلاثة كالمالكية، يركع ويدخل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا دب فله وجه، والخير له أنه يأتي ويدخل في الصف، فما أدرك صلى وما فاته أتم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير. بهذا مشاهدينا تنتهي حلقة الليلة، إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.